الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، دي حلقة جديدة في سلسلة شبهات حول العقيدة، وهي سلسلة الدفاع عن الإسلام. ونحن شغالين في شبهات الصوفية حول العقيدة الإسلامية. اليوم هندرس شبهات الصوفية والشيعة الرافضة حول دعاء غير الله تعالى. دي شبهات يجيبوها عشان يجوزوا بيها إنه الإنسان يترك دعاء الله وما يستغيث بالله ولا يستعين بالله، إنما يدعو الموتى والمقبورين أصحاب القباب والأضرحة ويستغيث بهم من دون الله سبحانه وتعالى. عندهم شبهات كلها واهية، ودي تقريبا كل شبهاتهم أنا جمعتها في الباب ده، باب دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وده أصلا الرسالة هتصدر قريبا. طيب، الشبهة الأولى عن الهيثم ابن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال. نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلمة الطيب، والبخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح، وابن السني في عمل اليوم والليلة. الأثر ده ضعيف، ما صحيح، ما صحيح أصلا. ليه؟ سببين العلماء قالوا. السبب الأول للهيثم بن حنش هذا، وهو الراوي، والهيثم بن حنش مجهول، مجهول كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية الصفحة 88. وكذلك السبب الثاني لضعف هذا الأثر لأنه من رواية أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو السبيعي، وهو عند علماء الحديث مدلس، وقد عنعن هذا الأثر. والمدلس إذا عنعن الأثر تجعل روايته ضعيفة وغير مقبولة، غير صحيحة، يبقى الأثر ده غير صحيح. ما حصل ذاته عند ابن عمر قال 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 يا محمد وخدرة رجله، ده كله كذب ساكت. وكذلك أبو إسحاق السبيعي اختلط، وهذا الأثر رواه عند اختلاطه، والدليل على اختلاطه في رواية هذا الأثر أنه رواه عن الهيثم ابن حنش هنا، ورواه مرة عن أبي سعيد، ورواه مرة عن أبي شعبة، وتارة قال رواه عن عبد الرحمن ابن سعد قال كنت عند ابن عمر فذكره، فده يدل أنه هو مختلط، فالحديث والأثر ضعيف لا يعمل به. الشبهة الثانية عن مجاهد رحمه الله قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس: اذكر أحب الناس إليك، فقال محمد، فذهب خدره. أخرجه ابن السني برقم 165. أما هذا الأثر فهو موضوع مكذوب على ابن عباس رضي الله عنهما. ليه؟ لأنه في إسناده غياث ابن إبراهيم قال عنه ابن معين: كذاب خبيث. وأشنع وأوضح وأفظع ألفاظ الجرح عند علماء الجرح والتعديل من المحدثين هو الرمي بالكذب. فغياث ابن إبراهيم كذاب خبيث كما قال يحيى ابن معين رحمه الله تعالى. إذن ده أثر باطل مكذوب، ما حصل عن ابن عباس أصلا كلام ده. الشبهة الثالثة قصة بلال ابن الحارث المزني ومجيئه واستغاثته بالرسول عليه الصلاة والسلام واستسقاؤه به. قالوا جاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام رجل والمطر ما نزلت، فقام
استسقى بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. ودي برضو من أقوى شبه الصوفية في تجويزهم للشرك بالله ودعاء غير الله والكفر بالله تعالى. وقد روى سيف الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور، لأنه قال الرجل ده بعد ما جاء قال كده في القبر، أتي الرجل في منام فقيل له ائت عمر بن الخطاب إلى آخر. روى سيف ده خد تحته خط سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال ابن الحارث المزني أحد الصحابة. والشبهة دي جاب الصوفي داعية الشرك الإزيري في مناظرته مع رئيس أنصار السنة، رئيس المجلس العلمي لجماعة أنصار السنة، وغشاه بالشبهة دي. وذاك طبعا بتاع أنصار السنة ما فاهم ذاته العقيدة، وزول طلقيه بقى قاعد ساكت. قال له شفتها؟ قال له شفتها، ما عارف انه الأثر ده أثر ما صحيح أصلا. طيب، أول حاجة سيفي دمنه الروى في الفتوح إنه الرأى المنام هو صحابي اسمه بلال بن الحارث المزني. سيفي دمنه، سيفي ده سيف ابن عمر التميمي، أجمع علماء الحديث على إنه سيف ابن عمر التميمي لا تقبل روايته أبدا. ومثله أبو مخنف لوط بن يحيى، ومثلهما أيضا محمد بن عمر الواقدي الأسلمي. الثلاثة ديل مجارم الثلاثة. فقد نقل الذهبي عن مطين بن يحيى قال عن سيف بن عمر التميمي قال فلس خير منه. فلس ده يعني عندنا أقل من الجنيه، طراضة ولا قرش ولا تعريفة. قال لك فلس خير منه، ده ما نافع كله سيف بن عمر التميمي ده. الروى إنه المقصود بالقصة دي هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة، يعني هو سوى كده. ده كذب أول حاجة، ده روايته ما بتقبل. لذلك قال ابن حبان عن سيف بن عمر التميمي قال يروي الموضوعات عن الأثبات. يعني الرجل كذاب بيروي الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يبقى أول حاجة الشغلة دي ما خاشي فيها صحابي، دي أول حاجة. شفت الكلام ده كيف؟ دي أول نقطة. وده بيحل لنا الشبهة الثانية اللي بيجيبها من نفس القصة دي ذاتها، اللي بقول لك ابن باز رحمه الله كفر بلال بن الحارث المزني الصحابي. ليه؟ لأنه ابن باز يتكلم عن الأثر ده وقال ده ما ممكن صحابي يسوي كده. قال لأنه ده الفعل ده وسيلة إلى الشرك أو يعد كذا أو يقرب إلى الشرك إلى آخره. قالوا ابن باز رمى الصحابي بلال بن الحارث المزني بشنو؟ بالشرك. أول حاجة ده كذب على ابن باز. نديك كلام ابن باز. قال الشيخ ابن باز في تعليقه على فتح الباري الطبعة السلفية تحت الحديث رقم 1010 من صحيح البخاري، قال هذا الأثر على فرض صحته ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، لأن السائل مجهول. لأن الرواية قالت وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار ويقال الداري وكان خازن عمر، أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فالرجل قال جاء رجل مشهور، ده أول حاجة، ده كلام من باس. طيب اثنين، قال ولأن عمل الصحابة على خلافه. ليه؟ لأنه لما أرادوا إنه يستسقوا عمر بن الخطاب استسقى بدعاء العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له قوم ادعو، فقام دعا اللهم ما نزل بلاء، ده العباس رضي الله عنه، ما نزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، اللهم هذه أكفنا إليك بالضراعة ونواصينا إليك بالتوبة، اللهم تبنا إليك فسقنا، فنزل المطر. دعا الله، فعمر توسل في الاستسقاء بدعاء عم الرسول الذي هو العباس رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. فعمل الصحابة خلاف ذلك، ما بيجي رجل لقبر الميت حتى لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام.
ويسألوا من دون الله أنه يستسقي للناس، بل كانوا بيدعوا الله أو بيقولوا لرجل صالح كالعباس رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لا ادعوا لنا الله كما فعل عمر. ده فقه بن باز قال عمل الصحابة على شنو؟ على خلافه، ما كان بيجوا القبر، كان بيدعوا الله. طيب قال وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأتي أحد منه أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر لما وقع الجدب، عدل عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك. إذن بن باس هنا ما بيتكلم عن الصحابي، أول شيء قال لك الرجل ده مجهول، ده أول شيء. بعد ذلك قال لك ما فعله هذا الرجل أي المجهول، يعني ما صحابي، أي المجهول، قال لك ده شنو؟ منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك. فابن باز ما بيتكلم عن الصحابي بلال، بيتكلم عن الرجل المجهول. أما قالوا الرأى المنام هو الصحابي بلال بن الحارث المزني، ده موضوع براو. فابن باز بيتكلم عن الرجل ده الجل قبر ده المجهول عنده. بعد ذلك يتكلم عن الصحابي ذاته، برأوا رحمه الله تعالى. قال وأما تسمية السائل في رواية السيف المذكورة بلال بن الحارث ففي صحة ذلك نظر، ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك. قال أما إنه قالوا رأى المنام ده الصحابي بلال بن الحارث المزني، قال الرواية بتاع السيف دي في صحتها شنو؟ نظر. يعني ابن باز كان يرى إنها ضعيفة ما صحيحة، والآن بينا لك شنو يا جماعة إنه ضعفة. تبقى شبهة. كلام الحافظ بن حجر عن الأثر ده ذاته، قال وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. دي الشبهة هنا، كيف الحافظ بن حجر يقول بإسناد صحيح ونحن عرفنا الرواية ضعيفة؟ قال بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار أو الداري يقال أيضا. طيب تصحيح الحافظ بن حجر للرواية قال العلماء ليس لجميع السند، وإنما تصحيح الحافظ بن حجر للرواية إلى أبي صالح السمان فقط. وقالوا الحفاظ والمحدثون كانوا يفعلون ذلك، يعني يجيب لك جزء من السند ويقول لك لحد هنا بس صحيح، الباقي ما يوريك إنه صحيح، لأنه قالوا قد لا يحضره باقي التراجم وباقي الأحكام على باقي رجال السند من جرح وتعديل، لكن لحد هنا هو عارفه صحيح. لحد شنو؟ أبي صالح السمان، لأنه قال من بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان، ما قال لك من رواية مالك الدار صحيح من رواية مالك الدار، لا، إذن صحيح لحد أبي صالح السمان فقط، ما كل السند عنده صحيح. وده مما يشعر بجهالة مالك الدار كما أشار إلى ذلك العلماء والمحدثون، منهم المحدث الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله وعليهم جميعا رحمة الله. فمالك الدار غير معروف العدالة والضبط، فبقي على جهالته. إذن القصة دي ضعيفة ولا تقبل، وليس فيها حجة لجواز الشرك بالله أو جواز دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وفي بحث كامل تلقاه في السلسلة الضعيفة الصفحة 99 المجلد الأول للشيخ الألباني، وأيضا من كتاب الشيخ الألباني التوسل أنواع وأحكامه الصفحة 116 إلى 118. الشبهة الرابعة الدارجة وزباء الصوفية الشرك بالله ودعاء غير الله عز وجل. وأنا نبه الإخوة الدعاة والشباب وطلاب العلم إنه يحفظوا هذه الردود في هذه الشبهات تحديدا، لأنه ده أهم باب، باب الدعاء. ابن القيم قال الدعاء أعظم عبادة. فشوف الشيطان وخباسته عليه لعنة الله ضلل الصوفية والشيعة الرافضة في باب الدعاء، وركب لهم الشبهات دي كلها، ده كله عشان يخلوا الله ويشركوا به، يمشي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. يبقى حفظك للأجوبة الردود دي على هذه الشبهات انت كداعي وكطالب علم، ده اهم شيء انت تتعلم، لانه ده اللي بيضللوا بين الناس يا جماعه. وحنجي للايات والاحاديث الصريحه الواضحه انه ما بيجوز دعاء غير الله، وكافر ومشرك من دعا غير الله سبحانه وتعالى.
طيب أشوف الرابع روى الطبراني وابن السني من طريق معروف بن حسان السمرقندي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي بريدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله أحبسوا علي، يا عباد الله أحبسوا علي، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. أيضا الحديث ده ضعيف ما صحيح لعلتين. العلة الأولى قال العلماء معروف بن حسان السمرقندي الراوي في هذا الحديث قال عنه ابن أبي حاتم عن أبيه إنه مجهول، وقال ابن عدي صاحب الكامل عن معروف بن حسان السمرقندي منكر الحديث. وبهذه العلة أعله الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزء 10 الصفحة 132، فقال بعد أن عزاه لأبي يعلى والطبراني قال: وفيه معروف بن حسان السمرقندي وهو ضعيف. والعلة دي كافية لتضعيف الحديث ده، لكن علة أخرى الانقطاع، الإسناد بتاع الحديث ده فيه انقطاع، وبالانقطاع أعله الحافظ بن حجر العسقلاني أعل الحديث ده إنه ضعيف، فقال: حديث غريب أخرجه ابن السني والطبراني، وفي السند انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود، نقله ابن علان في شرح الأذكار. لكن وأيضا قال الحافظ السخاوي في الابتهاج بأذكار المسافر والحاج الصفحة 39 عن هذا الحديث: سنده ضعيف. السخاوي قال الحديث ده ضعيف، ده ما قال كلام وهابية زي ما هم بيقول ولا غيره، السخاوي قال لك الحديث ده شنو؟ ضعيف. لكن في شبهة تبقى في الحديث ده. النووي بعد ما روى الحديث ده عليه رحمة الله قال إنه جربه، ضل في صحراء وقال جرب الحديث ده ونفع، لكن رد العلماء على هذا، لأنه نحن النووي عالم جليل، لكن كل عالم، كل أحد دون الرسول عليه الصلاة والسلام ما بقى عالم علامة إمام يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قاعدة وضع الإمام مالك وضعها العلماء. فالنووي قال ثبت بالتجربة، لكن العلماء رد على النووي كما قال الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين صفحة 140، قال: السنة لا تثبت بالتجربة. لأنه لو فتحنا الباب ده بتاع التجارب معناته الناس حتخترع في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا، كل دول حجب له عبادة جديدة من راسه، يقول له مالك، يقول له جربتها لقيتها حلوة أو لقيتها لذيذة فهي من الدين. فالسنة لا تثبت بالتجربة، والنووي عالم كغيره من العلماء يخطئ وشنو ويصيب. طيب وشوفنا العلماء بيّنوا لنا إنه ما كانوا بيشتغلوا بالتجارب، بل كانوا بيشتغلوا بالإسناد وتصحيح الإسناد. إذا صح إسناد الأثر أو الحديث بيأخذوا به، إذا ما صح أو ما عرفوا إسناده بيتركوا. شوفوا العلم ده كيف، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. شوف الهروي روى في ذم الكلام أن عبد الله ابن المبارك رحمه الله ضل في بعض أسفاره الطريق، مسافر قام راح ضل عبد الله ابن المبارك رحمه الله، وكان قد بلغه أن من ضل في مفازة فنادى، يعني بلغه الحديث ده الضعيف ده، إن زول لو ضل في مفازة فنادى: عباد الله أعينوني أعينا. فبلغوا الكلام ده إنه لو راح في صحراء في أثر، قال لو راح في صحراء، هو راح الآن رايح، فتذكر هذا الأثر وهذا الحديث إنه لو راح الإنسان وقال: يا عباد الله أعينوني، بيهتدي للطريق وبرجع لأهله سالم. وزول في الصحراء يا جماعة لو ضل مويته بتكمل، وأكله صحراء جرداء ما كان في طيارات ولا قطار ولا سيارات، هم أحوج ما يكونون إلى مثل هذه الآثار والأحاديث إذا كانت صحيحة. فشوف عبد الله بن المبارك ضل وتذكر هذا الأثر، قال ابن المبارك:
فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده. قال قلت جيبوا الكتاب الجزء، جيبوا الكتاب نشوف إسناد الحديث ده، لو صحيح نعمل به، ولو ما صحيح نخليه. وهو رايح ضال في الطريق ممكن يموت، لكن برضو قال نشوف الإسناد أول شيء. قال الهروي: فلم يستجز أن يدعو بدعاء لا يرى إسناده. لما ما لقى له إسناد أبى يدعو به، وهو بالصحراء وممكن يموت، أبى يدعو به. هكذا فليكن الاتباع، وهكذا فلتكن السنة. والحديث ذات عنده طريق ثاني، صوفية ذاته ما عارفين، لكن إذا جابوك شبهة درت عنده طريق ثاني، لكن إسناده معضل برضو ضعيف. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن إسحاق عن أبان ابن صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. فهذا حديث إسناده معضل، سقط من إسناده ثلاثة رواة فأكثر. وأيضا فيه ابن إسحاق، وهو محمد ابن إسحاق ابن يسار، وهو مدلس كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب، وكذلك الذهبي في ميزان الاعتدال مدلس، وقد عنعن الحديث. والمدلس إذا عنعنه فروايته ضعيفة لا تقبل. الشبهة الخامسة: حديث إذا أضل أحدكم شيئا قريب لللفظ ذاك، أو أراد غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس، فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادا لا نراهم. رواه الطبراني في الكبير. قال: حدثنا الحسين بن إسحاق ثنى أحمد بن يحيى الصوفي ثنى عبد الرحمن بن شريك قال: حدثني أبي عن عبد الله بن عيسى عن ابن علي عن عتبة بن غزوان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، وزاد في آخره: وقد جرب ذلك. الإسناد ده برضو ضعيف لعدة علل. العلة الأولى: عبد الرحمن ابن شريك ابن عبد الله القاضي، وعبد الرحمن وأبوه اللي هو شريك ابن عبد الله كلاهما ضعيف، الاثنين ضعف، كما قال الحافظ في الأول منهما: صديق يخطئ، صدوق يخطئ في التقريب. وقال الحافظ في كتاب التقريب عن أبيه أي شريك بن عبد الله القاضي قال: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. أيضا كتاب تقريب التهذيب لابن حجر. ودي العلة دي كافية لتضعيف الحديث. علة أخرى ثانية: الانقطاع بين عتبة وابن علي، وابن علي هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولد سنة 80 ومات سنة 20 على أوسع الأقوال. فبين وفاته أي وفاة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أي وفاة عتبة بين وفاة عتبة وولادة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب دهر طويل، يعني أصلا ما قابله، فالحديث ضعيف، وهذه علة أخرى لتضعيفه. أما إنه وقد جرب ذلك، بينا إنه السنة لا تثبت بالتجربة، كما في كلام الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين الصفحة 140. طيب، الشبهة السادسة والأخيرة في باب دعاء غير الله: قصة أورد ابن كثير في البداية والنهاية لما ذكر قصة الإمام أحمد بن حنبل. ذكر عن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال: سمعت أبي يقول، ده عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبوه، يقول: حججت خمس حجج. انتبه للشبهة دي جيدا. منها ثنتين راكبا وثلاثة ماشيا، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا. ده الإمام أحمد ماشي على الحج في بعض حججه وراح في الطريق، وكان ماشي بكرعين. قال: فجعلت أقول لما راح في الطريق: يا عباد الله دلونا على الطريق. فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق، أو كما قال أبي. ورواه البيهقي في الشعب وعبد الله بن الإمام أحمد في المسائل الصفحة 217. طيب، الجواب يا جماعة: أول حاجة، نحن عندنا الدليل هو القرآن والسنة وأقوال العلماء وأفعالهم،
يستدل لها ولا يستدل بها. لماذا؟ لأن العلماء والفقهاء والأئمة وإن كانوا علماء لهم علينا حق الاحترام والتوقير، إلا أننا نعتقد جازمين كما علمونا هم أنفسهم أنهم غير معصومين. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ده أول نقطة. نحن ما عندنا كلام عالم حجة بغير دليل من كتاب أو من سنة إلا إذا وافق الكتاب والسنة، ده واحد. ومن هنا تتضح الشبهة إنه إحنا أي عالم نحترمه، وإذا اجتهد وأصاب له أجرين عند الله إن شاء الله، وإذا اجتهد وأخطأ له شنو؟ أجر واحد. فهنا إن صح الإسناد عن الإمام أحمد فهو اجتهد فيه، وهو لم يقصد أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الذي هو الشرك بالله، لا. وهذا من باب إحسان الظن بالإمام أحمد، بعد ما بينا إنه إحنا ديننا بنأخذ من القرآن والسنة بفهم السلف فقط. لكن بعد ذلك نشوف الاعتذار للإمام أحمد. نحن بينا مسألتنا إنه ما يجوز ندعو إلا الله. أما الاعتذار للإمام الجليل أحمد بن حنبل، العلماء أجابوا بأجوبة، منها قالوا إن الإمام أحمد ربما، وده من باب إحسان الظن به، الواجب علينا أن نحسن به الظن لهذا الإمام العالم الجبل عليه رحمة الله. قالوا لعل الإمام أحمد كان بصحح أثر عن ابن عباس، وأثر ابن عباس اللي حنقربها شوية هو صحيح كما صحه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة صحه، لكنه صحيح موقوف على ابن عباس ولم يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. والأثر قال ابن عباس: إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة. أهل الملائكة سوى الحفظة ديل في الأرض بيسووا شنو؟ يكتبون ما يسقط من ورق الشجر. مهمتهم، ربنا قال جعلهم في الأرض يكتبوا أي صفقة تسقط، أي ورقة بتاع الشجر في الدنيا دي كلها، يعني لافين في أي شارع تقريبا وفي أي طريق وفي أي مفازة وفي أي مكان، يكتبون هؤلاء الملائكة ما يسقط من ورق الشجر. فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي يا عباد الله أعينوني، رواه البزار. فقالوا ربما الإمام أحمد كان بصحيح الأثر ده، فهنا نادى الملائكة الحاضرين الموجودين اللي هو كان بيكتب ما يسقط من ورق الشجر. ومعلوم إنه نداء الحاضر الحي القادر والاستغاثة به فيما يقدر عليه هو حاضر جنبك، ده ما شرك بالله. قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكذلك الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه وهو حي وحاضر، ده ما شرك وده جائز برضو. قال تعالى: فأعينوني بقوة، فده ما في مشكلة. أما الاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله واستغثت أو استعنت بغير الله، ده شرك بالله أكبر مخرج من الملة. أو استغثت أو استعنت بغائب، ده شرك أيضا بالله سبحانه وتعالى. لكن حاضر وحي وبيقدر يعمل الحاجة دي، فده ما شرك بالله سبحانه وتعالى، كما بينا في قوله تعالى: فأعينوني بقوة، وقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي. فقالوا ربما الإمام أحمد كان بصحح الأثر ده، لكن الأثر هو عن ابن عباس موقوف. العلماء قالوا: وليس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي ما قال الكلام ده قطعا، وما عنده إسناد مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا ربما ابن عباس نفسه تلقاه من مسلمة أهل الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فربما الإمام باجتهاده كان يرى الأثر ده صحيح، ودل الملائكة اللافين في الشوارع والطرقات يكتبون ما يسقط من ورق الشجر. عموما نحن ما مأمورين باتباع الإمام أحمد أو غيره في هذه المسألة، وبينا العذر الذي عذره به العلماء، إنما نحن مأمورون باتباع الكتاب
وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أضف على أن ابن كثير في البداية والنهاية ساق هذا الأثر بغير إسناد، يعني مش إسناده صحيح ولا ضعيف ولا غيره، لا بغير إسناد أصلا، فجابك حكاية بس حكيت، فالله أعلم بصحتها، فعل الإمام أحمد أو لم يفعلها، فإذا فعلها هذا اجتهاد منه ونحن غير مأمورين باتباعه في ذلك، وإنما نحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال تعالى موجب علينا اتباعه صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأخيرا اللولو بتاعت الصوفية دي كلها ويجيبوا الآثار الضعيفة والباطلة والمكذوبة الغير صحيحة عشان يجوزوا الشرك بالله ودعاء غير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. وربنا أمر أمر إن ندعوه براه في القرآن، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وجعل الله عز وجل كل من دعا غيره كافرا من الكافرين، فقال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وجعل الله عز وجل دعاء غيره شركا، فقال الرب سبحانه وبحمده ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. شوف ربنا قال اللي بتدعون من دون الله ديل ما يملك قطمير اللفاف الفوق نواة التمرة الما عندها فايدة، اللي بتدعون من دون الله ديل كان أولياء كان صالحين كان غيرهم، قال لك ده ما بيملكوا القطمير ده الما عنده فايدة، كيف يملكوا لك نفع ولا ضر ولا ينزلوا لك مطر ولا يدوك حاجة تنفعك أو يدفعوا عنك ضر، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سمى شرك دعاء غير الله، الله قال ده شرك بالله، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.